مساكم الله بالخير. اليوم فطورنا في فطور الطيبين، وين مكانهم؟ مكانهم حي التحلية طريق الملك خالد مقابل الجريل للأثاث. هذا طريق الملك خالد، هذا فطورنا هنا. أدري أن الوقت متأخر مو وقت فطور، لكن شو نسوي؟ هذا المكان من التأخر فطور الطيبين. تحت جلسات الأفراد وفوق جلسات للعائلات. هذه الأطباق اللي عندهم، عندهم الكبدة، عندهم الفول، عندهم الفلافل، عندهم الفتة، وعندهم الحلومي والحمص المسبحة والشكشوكة والبيض المقلي وبيض عيون، وعندهم ورق عنب، وعندهم سندويتشات، وعندهم المناقيش والفطاير المشكلة، وأسعارهم جدا معقولة. وهذا فطورنا وصل، وعلينا وعليكم بالف عافية. هذه كانت تغطيتنا وزيارتنا الفطور الطيبين بالخبر. أتمنى تكون